السلام عليكم اهلا بكم هل من الممكن اننا نعتبر ان اللي حصل ده هو عباره عن اختراق سعودي للمعسكر الغربي ما هو انت لما تلاقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعلى طريقه زي ما بيقولوا كده مصائب قوم عند قوم فوائده لما تلاقيه دخل على خط الازمه في النيجر بس من بوابه المصلحه والضغط على الولايات المتحده الامريكيه وده امتى وسط تقارير بتؤكد ان الرئيس الامريكي جو بايدن بيسعى للقاء ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين في الهند في سبتمبر القادم السعودية دخلت في اجواء الشعور الفرنسي بالطعنة او الخيانة الامريكية في النيجر خدوا بالكم ان فرنسا مستاءة جدا من تهرب الولايات المتحدة الامريكية من اي عملية عسكرية لاعادة رئيس النيجر محمد بازوم الموالي لفرنسا للسلطة مرة واللي تم الانقلاب عليه بواسطة الحرس الرئاسي يوم 26 يوليو اللي فات الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على آخر تصريحاتها الرسمية بتقول إن هي بتدعم عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة مرة تانية وفي نفس الوقت طبعا بترفض الانقلاب ولكنها وهنا بقى بتكمن المشكلة الفرنسية ولكنها بترفض أي عمل عسكري لإعادة الرئيس المخلوع بتفضل الحل السلمي من خلال الدبلوماسية والمفاوضات مع المنقلبين في الوقت اللي فرنسا بتحاول فيه حشد بعض دول الإكواس للتدخل العسكري لإعادة بازوم الراجل بتاعها في النيجر وفي تقارير بتقول إن التنسيق للحشد العسكري الفرنسي بيتم فعلا دلوقتي مع السنغال ونيجيريا وبنين وكوت ديفوار كوت ديفوار دي بالمناسبة اللي هي بقى اسمها دلوقتي أو سوري كوت ديفوار دي اللي كان اسمها ساحل العاج زمان السعودية بقى دلوقتي بتدخل وهي معتمدة على حالة السخط والغضب الفرنسي وبتبدأ باستغلال فرنسا الغاضبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا اللي مستعدة إن هي تعمل أي حاجة حرفيا دلوقتي تغضب بها أمريكا أو تغزها وتحرق دمها ده بالبلدي كده يعني وتحاول تضمن إن هي تعوض خسائرها الاقتصادية اللي تكلفتها بسبب غضوخها للغربة الأمريكية بالتخلي عن الغاز الروسي الرخيص نسبيا وكمان بسبب ضغط امريكا لصفقه الغواصات الفرنسيه اللي كان المفروض ان هي رايحه لاستراليا طب ما تسالني كده وتقول لي هي ازاي السعوديه دخلت على الخط وبتستغل الازمه الفرنسيه الامريكيه في النيجر للضغط على الولايات المتحده الامريكيه وايه الاستفاده السعوديه من الموضوع ده بس كده من عين يا كبير تعال مع بعض نفهم الكلام ده كله بس بشيء من التامل والتحليل بص يا سيدي انقلاب النيجر خلق أزمة سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة جدا لفرنسا اللي بتخسر مستعمراتها القديمة في أفريقيا في الوقت الحالي واحدة ورا الثانية ايه اللي حصل؟ ما احنا ما ينفعش كمان ان احنا ننسى برضو انه كان من ضمن الأزمة الاقتصادية اللي حصل لفرنسا دلوقتي ان النيجر دي تعتبر مصدر مهم جدا لليورانيوم اللي بتستعمله فرنسا فين؟ في توليد الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية واللي بتاخده من النيجر تقريبا كده بتراب الفلوس فرنسا لو تعلمون في التوقيت ده بالذات مش ناقصة أي مشكلة متعلقة بالطاقة إطلاقا لأنها من الدول الأوروبية اللي رضخت للرغبة الأمريكية بعدم شغل الغاز الروسي الرخيص وده كلفها مليارات من الخسائر طبعا لما راحت واشترت الغاز الأمريكي بأربع أضعاف ثمنه اللي أمريكا بتبيعه بيه للمصانع الأمريكية مع انقلاب النيجر ومع البرود الامريكي في التعامل مع الانقلاب ده وعدم الاهتمام بإعادة الرئيس المخلوع بطريقة عسكرية أصيبت فرنسا بحالة من الغضب الشديد جدا فهي يهمها جدا أن الانقلاب ده يفشل وأن الرئيس المعزول يرجع تاني فدلوقتي بتحشد دول زي السنغال ونيجيريا وساحل العاج معاها علشان يتدخلوا عسكريا ضد الانقلابيين في النيجر ودول طبعا دول ناطقه بالفرنسية وعلاقتهم بفرنسا زي علاقة النيجر كده بفرنسا بس امتى ايام رئيسها المخلوع يعني من الاخر دلاديل لفرنسا او نقدر نقول ان فرنسا مسيطرة عليهم بشكل او باخر عن طريق الاقتصاد وبالمناسبة وخارج سياق الحلقة دي تماما نفس الاسلوب الفرنسي في السيطرة على الدول اللي كانت تحت احتلالها قبل كده هو نفس الاسلوب اللي بتعمله دلوقتي دولة اقليمية او نقدر نقول دولة عربية مع مجموعة من الدول العربية الضعيفة او المفتتة واللي فيها نزاعات انفصالية زي اليمن والصومال والسودان وليبيا وغيرهم كمان المهم ان فرنسا لقيت ان حلفتها امريكا بتغدر بيها مرة جديدة او بالبلدي كده بتسقع لها وبتزود من ازمتها خصوصا ان القوات الفرنسية اللي موجودة في النيجر لازم تغادر في خلال المهلة الممنوحة وإلا الجيش النيجيري ممكن ان هو يهاجمها فرنسا عارفه كمان انه لو جنودها خرجوا من النيجر فمش هيكون لهم رجوع مره تانية وبكده هتفقد كل المميزات والاستفاده اللي كانت بتحصل عليها من النيجر اللي تعتبر مليانه بالثروات اللي بتستغلها فرنسا وببلاش او مش ببلاش قوي يعني ممكن نقول ببلاش الا ده غير خسارة جزء كبير من نفوذها طبعا في غرب افريقيا وده كمان ممكن يشجع دول تانية ان هي تطرد النفوذ الفرنسي منها كل القلق ده بتعيشه فرنسا في الوقت اللي الامريكان بيتعاملوا بمنتهى البرود مع انقلاب النيجر وبيتعاطوا وبيتعاملوا مع المجلس العسكري الحاكم للنيجر حاليا وتصريحاتهم مليانه بالتهدئه وتفضيل الحل السلمي شكلهم كده يعني قبلوا بالوضع الحالي في النيجر بينما فرنسا بتستشيط غضبا وحاسه ان الامريكان بيرتبوا اوراقهم على الوضع الجديد والوضع الجديد ده طبعا بيضمن خروج فرنسا للابد من النيجر في ظل الموقف المعقد ده بقى كله المملكة العربية السعودية بدأت ان هي تفوض فرنسا على صفقات سلاح الصفقات دي بتتضمن عدد كبير من طيارات رافال وبحسب بيزنس انسايدر العدد ممكن يكون ما بين 100 ل 200 طائرة رافال مقاتلة متطورة وفي كلام كمان عن نوعية سلاح تانية صحيفة بيزنس انسايدر عنونت خبرها عن الصفقة المحتملة ما بين السعودية وفرنسا على انه مؤشر على عدم رضا السعودية مما تحصل عليه من الولايات المتحدة الامريكية وفي نفس الوقت رد على المانيا اللي عطلت الصفقة البريطانية السعودية الخاصة بتوريد مقاتلات يورو فايتر تايف في تفاصيل الخبر بقى هتلاقي تلميح كده على ما يعتبر تمرد ما بين قوسين تمرد سعودي على الشروط والمماطلات الامريكية في صفقات السلاح المتطورة يعني بالبلدي كده براحتكم على الاخر وخلوا مصانعكم واقفه بتاعه السلاح، السلاح ده احنا هنعرف نجيبه من حته ثانيه. نخلي بالنا هنا ان ده المفروض مش جديد علينا بمعنى انه بيؤكد ان السعوديه لسه متمسكه بسياسه توازن العلاقات وتحقيق المصلحه اينما كانت برغم مفاوضات التطبيع اللي بتقودها امريكا واللي من ضمنها طبعا صفقات سلاح ضخمه جدا للسعوديه. فكده السعودية بتضغط على أمريكا عن طريق تنويع مصادر سلاحها وهنا المفاجأة بقى إن السعودية دي مش بتتوجه لدولة شرقية زي الصين مثلا علشان تحصل على بدائل للسلاح الأمريكي لا دي كمان بتتعاون مع دول غربية زي فرنسا حليفة الأمريكا علشان تطور سلاح الجو عندها بطائرات غفال المتقدمة إلى حد كبير واللي بتعادل اليورو فايتر تايفون اللي عطلت صفقتها ألمانيا فرنسا الغاضبه من الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي مستعده ان هي تعمل اي حاجه تزعج بيها الامريكان او تضغط عليهم ونخلي بالنا ان موضوع طيارات غافال ده في تقرير اتكلمت عنه من شهر ديسمبر في السنه اللي فاتت يعني الموضوع مش جديد ولكن الجديد هو احياء الموضوع ده بقوه ودلوقتي بالذات علشان كده نقدر بشكل او باخر اننا نفهم ان التوجه السعودي في التوقيت ده بالذات لاتمام الصفقه مع الفرنسيين له علاقه بحاله السخط والغضب الفرنسي كمان من الامريكان يعني السعودية بتستغل الحالة دي عند الفرنسويين علشان تضرب الامريكان بالفرنسويين وفي نفس الوقت الفرنسويين ينبسطوا حاجة مهمة لازم نفهمها عزيز المشاهد وهي انه الامريكان هينزعجوا لو تمت الصفقة السعودية الفرنسية لسببين السبب الاول هو ان الولايات المتحدة الامريكية كانت دايما بتستغل مسألة بيع السلاح خصوصا السلاح المتطور للسعوديه، علشان تضغط عليها لتمرير اجندات معينه. نخلي بالنا هنا ان الولايات المتحده الامريكيه بتقود مفاوضات صعبه جدا للحصول على صفقه تطبيع سعوديه اسرائيليه، ومبيعات السلاح الامريكي من ادوات الضغط الامريكيه على السعوديه طبعا. فلما السعوديه تلاقي بديل غربي وهو فرنسا وسلاحه متطور وقوي جدا، فده بيحرق كارت مهم جدا عند الامريكان. السبب الثاني وهو سبب اقتصادي لان الولايات المتحدة الامريكية بيهمها ان مشتريات السلاح السعودي تكون لصالحها لوحدها فلما تروح الفايدة دي لأي دولة تانية حتى لو كانت حليفة ناتو زي فرنسا فده لا شك انه مزعج للامريكان علشان كده مش هيبقى مستغرب ابدا لما صحيفة اكسيوس الامريكية ذات الطابع الاستخباراتي تقول ان الامريكان بيسعوا لعقد لقاء ما بين الرئيس الامريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمه مجموعه العشرين اللي هتستضيفها الهند ما بين 9 و10 سبتمبر القادم لقاء من المتوقع انه هيسعى فيه بايدن للدفع في صفقه التطبيع السعوديه الاسرائيليه والتفاوض المباشر في الشروط السعوديه لاتمام التطبيع واحنا كنا قلنا قبل كده ان السعوديه حاطه ثلاث شروط صعبين جدا ومعندهاش اي استعداد ان هي تتنازل عنهم ده بحسب محللين امريكان مش عرب من الواضح ان اداره بايدن استوعبت التحركات السعوديه في مجال تنويع مصادر السلاح واخرها طبعا الصفقه السعوديه الفرنسيه اللي بنتكلم عنها وقبلها كمان صفقات وتقارير بتتكلم عن صفقات ضخمه جدا بيتم الترتيب ليها ما بين السعوديه والصين يعني السعودية مش بس بتعتمد على الشرق في التسليح لا دي كمان أصبحت أدغى على التسلل للمعسكر الغربي والحصول على صفقات سلاح متطور من دول غربية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية زي فرنسا الدول الغربية زي ما انتم عارفين وبشكل عام بيحطوا حقوق الإنسان والديمقراطية والمهلبية كل ده بحسب مفاهيمهم كقيم وشروط العقد الصفقات العسكرية تحديدا مع الدول العربية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمطعون من امريكا بقوه، لا شك انه هيواجه انتقادات داخليه وخارجيه في حال انه كمل الصفقه بتاعت السلاح مع الجانب السعودي. ولكن بحسب رايي ان ماكرون الغاضب من امريكا من ايام تخاربها لصفقه الغواصات مع استراليا ومن ايام ما امرته انه يقطع على الغاز الروسي ويستورد غاز من عندها باضعاف ثمنه ودلوقتي مع التعامل البارد مع ازمه النيجر برايي انه بيشوف ان الانتقادات اللي ممكن تجيله اهون عليه بكتير من تلقي الطعنات الامريكيه واخرها زي ما قلنا طعنه النيجر فهو بيسعى انه يوصل رساله للامريكان مفادها انه فرنسا ليها سيادتها وليها كروت اللعب الخاصه بها هي كمان والسعوديه بتلعب على الوتر ده وبتستغله لمصلحتها وبتحقق من خلاله اختراق في المعسكر الغربي واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته